السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة قصتي جميلة جدا، بتعني الوفاء، ولكن نسمع القصة ونحكم هل اللي عمله الزوج ده مع زوجته أي زوجة تستحمله ولا لأ. أشوف الكلام ده في تعليقاتكم. في يوم كان في زوج تزوج من زوجة، وبعد 4 سنين من جوازهم وحياة سعيدة، وكان دايما أول ما تعمل الأكل يقول لها ده أنا أمي كانت بتعمل الأكل أحسن من كده، فتبتسم وتضحك وتقوله طبعا دي والدتك. تحط عطر من عطور يقول لها الله العطر ده جميل، ولكن أمي كانت عندها عطر أحسن من ده. تبتسم وتعدي الأمر وتضحك في وشه. فضلوا عايشين على الحال ده 27 سنة، اي حاجة تعملها الزوجة يقول امي بتعملها احسن من كده، لحد ما قدر ربنا ان والدة الشاب دوت او والدة الراجل دوت ماتت بعد 27 سنة من جوازهم. فحزن حزن جديد، وكانت الزوجة رايحة تواسيه وتطمنه والكلام ده كله، وتقول له ان شاء الله هي في الجنة وان شاء الله تتقابل فيها في الاخرة والكلام ده كله. صدقوا انتوا الاتنين متساويين، عشت مع أمي 27 سنة وعشت معاكي 27 سنة. قلت له لأ، رغم إن أنت مدرس رياضيات بس ما ينفعش تساويني بأمي، أنت عشت مع أمك 54 سنة وعشت معايا أنا 27 سنة. عمر فضلي أنا عليك قد فضل أمك عليك. هي دي الزوجة الصالحة اللي ما تقارنش نفسها بأم جوزها، لأن مهما كانت الظروف الأم هي الأساس. الأم هي اللي ربت لك جوزك ووصلته لك للمرحلة دي، ووصلته للعلم والطريقة اللي عملك بيها دي. الأم هي أساس في كل شيء، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، والمقولة اللي كلنا بنقولها مش حديث، الجنة تحت أقدام الأمهات، وان رضا امك وابوك من رضا ربنا. لما ترضي ابوك وامك ربنا بيبقى راضي عنك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الام، يا ريت انت، عايز اعرف التعليقات تحت، لو انت مكان الزوجه دي وتعملي احسن الاكل لجوزك، وجوزك يقول لك الاكل حلو بس امي كانت بتعمل الاكل ده احسن منك، رد فعلك والكاركتر بتاع وشك يبقى عامل ازاي ساعتها؟ هتكشري وتقولي ازاي ده انا تعبت وعملت، ولا هتبتسمي زي الزوجه دي وتقول له بالفعل دي امك اكيد احسن مني دي هي؟ هتقدري تقولي دي حتى لو انت جواكي عكس ده؟ هتقدري لما تحطي عطر كويس وانت قاعده مع زوجك يقول لك ده العطر دوت امي كانت عندها واحسن منه؟ هتقدري لما يقولك اي حاجه امي احسن منك؟ هتقدري كاركتر حتى وشك في رده الفعل باين ان انت راضيه حتى لو جواكي مش راضي؟ هتقدري تعيشي مع زوجك طول عمره عمال يكلم على امه بصيغه كويسه وانت تقولي له امك وامك 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 عملت وامك سوت حتى لو هي عملت؟ يا ريت الاقي التعليقات دي وتردوا عليها بالفعل. الموضوع مهم جدا، لان في بيوت كتير للاسف الشديد بتتخرب بسبب ان الزوجه عايزه زوجها ما يكونش ليه علاقه بامه. يا انا يا امك، والراجل اللي ما سموهوش راجل لان هو ذكر، بالنسبه لي ذكر زي اي ذكر حيوانات، بقى في ذكور كتير في الحيوانات، ان هو يفضل زوجته على امه او يسمع كلام زوجته ويعمل الكلام ده مع امه. قول لها لو انا سمعت كلامك في الامر ده هيجي ابنك يعمل فيك كده لما تكبري كما تدين تدان. فهمها ان ديني امرني ان انا عامل امي كويس، لان لو ما عملتش امي كويس هيجي في يوم وديكي بالجزمه. لان فعلا في نسوان او في نساء فظيعه. يا انا يا امك، يقول لك ايه؟ انا والله انا زهقت، انت عمال جايب لامك كل شويه، امك كل شويه تطلع لي، كل شويه تجي لي، انا عايز اقعد براحتي مش عارف ايه ايه. انت ده هي اصلا اللي جابتني ليكي، لولا فضلها بعد ربنا ما كنتش انت اصلا معايا. فتعلمي ازاي
تفضلي سايسه امورك، لان انت في الايام يوم من الايام هتبقى ام، ويوم في الايام هتبقى حما، فما ترضيش زوجة ابنك تعمل معاك اللي انت بتعمليه دلوقتي. خلص الكلام، اشوفكم على خير ان شاء الله في قصة قدام برامجكم قصص وعبرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وامنه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.